الرحمن الرحيم. أولادي الأعزاء، نستعرض معكم الآن محتويات المحاضرة 11. موضوع المحاضرة هي الضرائب المباشرة والضرائب الغير مباشرة. هذا التقسيم، احنا قلنا أنواع الضرائب، تكلمنا على الضرائب الشخصية والضرائب العينية، وتكلمنا على الضرائب الموحدة والضرائب المتعددة، تكلمنا على ضرائب الثروة. الآن، وهذا أهم التقسيمات، الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة. يقصد بالضرائب المباشرة بأنها الضرائب التي تفرض مباشرة على ذات وجود الثروة. نقصد بالثروة يعني الدخل أو رأس المال تحت يد الممول، فتفرض ضريبة الدخل بمناسبة تحقق هذا الدخل، وتفرض ضريبة رأس المال بمناسبة وجود رأس المال، وهذه الضريبة تتصف بالثبات والدورية في التحصيل، ويتم تحصيلها بموجب جداول وكشوفات بحيث يكون المكلف بها قانونا هو الممول الفعلي لها. إذن هذه هي الضرائب المباشرة. هذه سمات الضرائب المباشرة، إنه تفرض على الدخل أو رأس المال، وتفرض على تحقق الدخل بيد الذي تفرض عليه، الذي حصل يعني صاحب الدخل تفرض عليه لأنه حصل على دخل، وصاحب رأس المال تفرض عليه لأنه يمتلك رأس المال. أيضا تتصف هذه بالثبات والدورية في التحصيل، ولذلك تسمى ضريبة مباشرة، كون الذي فرضت عليه هو الذي يدفعها مباشرة ولا يحول ما فرض عليه من الضريبة على شخص، على طرف آخر، كما هو الحال في الضرائب الغير مباشرة. أما الضرائب الغير مباشرة فهي تلك التي ينتقل فيها عبء الضريبة من المكلف بها قانونا إلى شخص آخر هو الممول الفعلي لها، ولا تحصل هذه الضرائب ولا تحصل هذه الضرائب وفق جداول معدة، ولكنها تحصل عند وقوع الحدث الذي يخضع لها، ولذلك فهي تتأثر بمدى نشاط الحركة الاقتصادية، وتفرض بصورة غير مباشرة على استعمال الثروة، الدخل والرأس المال. فاهمين ايش الخبر الآن يا أولادي؟ ضريبة الدخل ضريبة مباشرة، لكن ضريبة استعمال الدخل ضريبة غير مباشرة، ضريبة رأس المال ضريبة مباشرة، ضريبة استعمال رأس المال ضريبة غير مباشرة. وليس على ذات وجود هذه الثروة تحت يد الممول. يعني ضريبة الثروة هي الضريبة على الثروة هي ضريبة مباشرة وليس ضريبة غير مباشرة. الآن أديكم مثال. أنا عندي دخل، مثلا راتبي مثلا بستلم 100,000. طيب الآن 100,000 عليه ضريبة، ما نوع الضريبة الذي يدفعها على هذا الراتب؟ أنا، ومن الذي يدفع هذا الضريبة؟ الراتب بستلمه أنا، والضريبة فرضت على هذا الراتب، والضريبة الذي تدفع على هذا الراتب أنا دفعتها أنا، إذن هي ضريبة مباشرة. إذن هذه ضريبة دخل، كلنا، مش أنا وأنت وهو، كل من معه دخل فرض عليه ضريبة، هذا الضريبة تسمى ضريبة مباشرة. رأس المال، إذا عندي مثلا عقار بيت، أنا بس بدفع ضريبة على امتلاكي لهذا البيت، طيب هذا ضريبة رأس مال ضريبة مباشرة، لكن عندما أؤجر هذا البيت أدفع ضريبة أخرى اسمها ضريبة استعمال رأس المال، استعمال هذا البيت. إذن هانت والآن أدركتوا بوضوح ما الفرق بين الضريبة المباشرة والضريبة الغير مباشرة. هناك معايير للتفرقة بين الضريبة المباشرة والضريبة غير مباشرة. هذه المعايير هي المعيار الاقتصادي اللي هو نقل عبء الضريبة. هذا الآن يرى كتاب المالية أن الضريبة تعتبر مباشرة إذا كان من المستحيل نقل عبئها، وتعتبر غير مباشرة
إذا كان من الممكن نقل عبئها ويقصد بنقل عبء الضريبة أن يتحمل عبئها النهائي شخص آخر غير دافع الضريبة. مثلا أديكم مثال، هنا بنشتري كروت مواصلات، كروت اتصال، الضريبة فرضت على صاحب المحل الذي بيع الكرت، لكن هل هو الذي دفع الضريبة؟ دفعها وبعدين أخذها مننا، من الناس الذي بيشتروا الكروت. إذن هو لم يدفعها مباشرة، هو الذي دفعها هو الشخص غير صاحب المحل، إحنا المشترين للكروت، هو دفعها المؤسسة الاتصال هو، ولكن جاء بعض الكرت وأخذ الضريبة الذي دفع مع الثمن. إذن هذه ضريبة غير مباشرة، لذلك يجب التفرقة بين دافع الضريبة وبين من يتحمل عبء الضريبة. وعلى هذا الأساس فإن ضرائب الدخل تكون ضرائب مباشرة، والضرائب الجمركية ضرائب الجمارك مباشرة ولا غير مباشرة؟ هي غير مباشرة، لأنه الذي جمرك في الميناء يعني دفع المبلغ الجمرك للمختصين هناك، وحسب قيمة الجمرك فوق قيمة السلعة الذي سوف يبيعها، وبالتالي بعتبر ضريبة غير مباشرة. ضريبة الجمارك ضريبة غير مباشرة. إذا فرض القانون ضريبة على شخص معين يسمى المكلف القانوني أو الإسمي، ويتحمل هذا المكلف عبء الضريبة المفروضة عليه بصورة نهائية بدون أن يتمكن من نقلها إلى شخص آخر، فتكون عندئذ ضريبة مباشرة. أما إذا تمكن المكلف الإسمي من نقل عبء هذه الضريبة المفروضة عليه إلى شخص آخر يسمى الممول الحقيقي أو النهائي، فإن الضريبة المفروضة عندئذ ضريبة غير مباشرة، وبذلك يكون المكلف الإسمي وسيطا فقط في دفع الضريبة بين الإدارة الضريبية والممول الحقيقي لهذا الضريبة. وإنهاء على هذا يعني إيش نقول على، وبناء على هذا المعيار يتضح أن الضرائب على الدخل وعلى الثروة ورأس المال هي ضرائب مباشرة، حيث أن أصحاب تلك الأوعية لا يتمكنون من نقل الضريبة إلى غيرهم. أما الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والواردات فتعتبر ضرائب غير مباشرة، لأن أصحابها تلك الأوعية يتمكنون من نقل عبء هذه الضرائب إلى أشخاص آخرين عن طريق استغلال بعض الظروف الاقتصادية. أنا محتاج أشتري الشيء، يفرض علي الضريبة وقيمة الشيء، وأنا مضطر أدفع. النقد الموجه لهذا المعيار، يعني هنا هذا المعيار اللي ضريبة المعيار الاقتصادي في تحديد أو التفريق بين الضريبة المباشرة والغير مباشرة، هناك نقد أو انتقاد على هذا المعيار. ظاهرة نقل عبء الضريبة ظاهرة معقدة يتوقف تحقيقها على تفاعل عدة عوامل اقتصادية. مثال ذلك الضريبة على الاستهلاك التي يتحمل عبئها المنتج، ضريبة على الاستهلاك التي يتحمل عبئها المنتج الذي دفعها أو ينقل هذا العبء إلى المستهلك تبعا لظروف العرض والطلب. يعني ضريبة الاستهلاك يعني ضريبة المبيعات، أنا بروح أشتري طماطم الصندوق مثلا بكذا في عليه ضريبة، الضريبة هذه فرضت على البائع والبائع فرضها على المشتري، وعليه، فإن هذه الضريبة تعتبر طبقا لهذا المعيار مباشرة أحيانا إذا استقرت على دافعها. لو الصندوق فساد من عيشتري؟ ما حد عيشتري، إذا من ذي دفع الضريبة؟ دفعها صاحب الذي دفع الأول اللي هو البائع، وهذا يعني المعيار يعني في تناقض. يعني احنا بنقول انه اذا باع صندوق حينقل الضريبة على الذي يشتري، لكن اذا لم يبيعه هتبقى هو الذي دفعها. وغير مباشرة احيانا اخرى اذا انتقلت من دافع الى غيره، اي ان المكلف بالضريبة قد يتحمل بعض الضريبة، هذا يعني ان الضريبة تعتبر مباشرة وغير مباشرة في ان واحد. اذا كان هناك يعني حسب مرونة الطلب، كما تعرفوا اذا كانت السلعة يعني يستطيع او المشتري لها غير مضطر
وبالتالي يعني هناك قوة تفاوضية له، ما يقدرش يعني الضريبة 20. صاحب المحل الذي أو صاحب السلعة يبيعها ب20 الذي دفع الضريبة للمنتج الأساسي. أنا الآن مشتري وأنا مش مضطر لهذا السلعة، هل عاد أدفع 20؟ أنا ممكن نتفاوض، ولأنه مش مضطر فيضطر صاحب البائع يعني صاحب السلعة الذي هو البائع يضطر أنه يتقاسم معي الضريبة. أنا أدفع مثلا 10% 15% من قيمتها، أو نقول النص 50% من قيمة من الضريبة و 50% على البائع. إذا نتيجة أنه أنا مش مضطر لهذا السلعة، وبالتالي حيكون في تباعد. وإذا مش مضطر لها خالص حيضطر إذا كان السلعة كمالي حيبيع حيدفع الضريبة أو جزء كبير منها البائع الأصلي، والمشتري يستطيع أن يفاوض وما يدفعش الضريبة إلا جزء بسيط منها. وبالتالي هذا المعيار ليس حاسم في تحديد، ليس يعني في تحديد نوع الضريبة. المعيار الإداري يتعلق بتنظيم الضريبة من الناحية الفنية. هذا المعيار يتعلق بكيفية تنظيم التنظيم الإدارة للضريبة، أو يعني معيار يتعلق بكيفية تنظيم الإدارة الضريبية للضرائب. فتقسم هذه الإدارة من الناحية التنظيمية إلى دائرة تختص بالضرائب المباشرة وأخرى تختص بالضرائب غير المباشرة. ويتلخص هذا المعيار في أن الضرائب تعتبر ضرائب مباشرة إذا كانت تجبى بمقتضى جداول اسمية يبين فيها اسم المكلف والمال الخاضع للضريبة وقيمة الضريبة الواجب عليه دفعها. إذا كانت تجبى بجداول اسمية وهذا الجداول محدد فيها كم من هو الذي يدفع الضريبة وكم مبلغ الضريبة، تعتبر ضريبة مباشرة كما هو الحال في ضريبة الدخل. في كشوفات للراتب بالاسم والمبلغ ومقدار الضريبة. إذن هذا معيار إداري. بينما تعتبر الضرائب غير مباشرة إذا كانت تجبى بدون هذا الجداول الإسمية. المعيار الإداري عموما يتميز بالسهولة والوضوح من الناحية العملية فيما يتعلق بالسلطة وطرق فرض الضرائب، ويعاب على هذا المعيار أنه لا يمكن الاعتماد عليه من الناحية العلمية في التفريق بين نوعي الضرائب، وذلك للأسباب التالية. تختلف المعايير الإدارية من بلد إلى آخر وداخل نفس البلد من وقت إلى آخر، ذلك أن إجباية الضرائب بواسطة جداول اسمية أو غير ذلك مسألة في يد من يقوم بوضع النظام، فهو إن شاء قرر جباية ضريبة بواسطة جداول اسمية فجعلها ضريبة مباشرة، وإن شاء قرر جبايتها بغير جداول اسمية فجعلها ضريبة غير مباشرة، وهذا الأمر لا يمكن قبوله من الناحية العملية. معيار المقدرة التكليفية يتعلق بالعدالة. حاول بعض الكتاب الاستعانة بفكرة المقدرة التكليفية للتمييز بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة. فالضرائب المباشرة تبع لهذا المعيار هي الضرائب التي يمكن أن تراعي فيها المقدرة التكليفية للمكلف. إذا تم مراعاة المقدرة التكليفية للمكلف نقول عليها ضريبة مباشرة، مثل إعطاء الحد الأدنى للمعيشة. مثلا الذي راتبه 10,000 ما عاد أحد يخذ عليه معيشة يعني ضريبة، وحتى هذا الأيام حتى 50 ما عادش كافية، يفترض أن لا يستطيع أحد أن يأخذ على هذا المبلغ ضريبة. ومراعاة الأعباء العائلة الظروف الأعباء العائلية للممول، والتمييز في المعاملة تبعا للمصدر الدخل أو تبعا لاستعمال الدخل. ولذلك تشمل الضرائب المباشرة الضرائب على الدخل، هذه ضرائب مباشرة. الضرائب على رأس المال هذه ضرائب مباشرة، ويراعى فيها المقدرة التكليفية للمكلف. أما الضرائب غير المباشرة فهي التي لا تقبل بطبيعتها مراعاة الظروف الشخصية والاجتماعية للمول، ولهذا تشمل الضرائب غير المباشرة الضرائب على التداول أي على استعمال رأس المال، والضرائب أو التبادلات التجارية، الضرائب على الإنفاق
اللي هي على الاستهلاك أو ضريبة المبيعات. وقد انتقد هذا المعيار بأنه غير صحيح على الإطلاق، فالضرائب غير المباشرة يمكن مراعاة الظروف الشخصية على الدخل، والضرائب على رأس المال يعني يمكن بيد السلطان تراعي أو لا. مثلا أنا ببيع ما معي إلا صندوق طماطم، لازم نزيد يفرضوا عليه، يعني ممكن يراعوا أنه هذا مسكين ما يعني بيبيع الشيء الذي يكتات منه. صاحب البسطة الحاجة الذي بيبيع حاجات بسيطة، يعني يفترض أنه هي ضريبة على مبيعات ضريبة غير مباشرة، لكنه ممكن التغاضي أو يعني يعفى. فإذا هنا يعني هذا المعايير قابلة أو فيها مرونة حسب ما تراها السلطة. معيار الوعاء الضريبي، يمكن النظر إلى طبيعة الوعاء الذي ستفرض عليه الضريبة من ناحيتين. الناحية الأولى تتعلق بطبيعة العلاقة بين المكلف بدفع الضريبة والوعاء الذي ستفرض عليه الضريبة. إذن من خلال العلاقة بين المكلف والوعاء هنقول أنه فإذا فرض الضريبة على الوعاء من حيث ملكيته أو اكتسابه بالنسبة للشخص المكلف كانت الضريبة مباشرة، يعني ضريبة رأس مال. فالضرائب على الدخل وعلى الثروة تعتبر ضرائب مباشرة، لأن الضريبة تفرض على ملكية الوعاء أو اكتسابه للمكلف. أما إذا قام المكلف باستعمال الوعاء الضريبي أو بإنفاقه وفرضت الضريبة على ذلك الاستعمال والإنفاق للوعاء الضريبي، فالضريبة غير مباشرة، وعليه فالضرائب على الإنفاق وعلى المبيعات تعتبر من الضرائب غير المباشرة. وعلى هذا فالضرائب المباشرة تكون على الوعاء من حيث حوزة المكلف له، أما الضرائب غير المباشرة فهي التي تفرض على حركة الوعاء في المعاملة التجارية أي استعمال الوعاء. الناحية الثانية يمكن النظر فيها إلى طبيعة الوعاء من حيث مدى ثباته واستمراره. فالضرائب تكون مباشرة إذا فرضت بصورة مباشرة كما هو الحال في الثروة ورأس المال والدخل، أما إذا فرضت الضرائب على وقائع غير منتظمة الحدوث بالنسبة للمكلف فالضرائب هي غير مباشرة، مثل الضرائب على الإنتاج وعلى المبيعات وعلى الصادرات وعلى الواردات. وهذا المعيار يعتبر أفضل من المعايير السابقة لهذا الأسباب. مزايا الضرائب المباشرة، نحن الآن هذه مهمة، يعني نشوف ما الفرق بين الضرائب المباشرة والضرائب الغير مباشرة. تأخذ الضرائب المباشرة أولاً، الضرائب المباشرة مزاياها، مزايا الضرائب المباشرة تأخذ أو تأخذ في الاعتبار الضرائب المباشرة المقدرة المالية التكلفية للفرد في الاعتبار، لذلك فهي أقدر على تحقيق العدالة. تمتاز الضريبة المباشرة بثبات حصيلتها بسبب ثبات العنصر الذي تفرض عليه، مش العصر، العنصر الذي تفرض عليه غلطة مطبعية. زيادة الوعي الضريبي، الضريبة المباشرة تؤدي إلى زيادة الوعي الضريبي، حيث أن المكلف يشعر بعبئها فيزداد اهتمامه بالشؤون العامة عموما وعجلة الإنفاق الحكومي خصوصا. يعني أن الضريبة المباشرة ترفع من وعي الذي يدفعها، يعني علشان يهتم بمسائل إنفاق هذه الضريبة. يعني أربعة، سهولة تقديرها مما يمكن من الاعتماد عليها إلى حد بعيد عند تقدير الإيرادات العامة في موازنة الدولة. مثلا الضريبة المباشرة لأنها تعتبر ثابتة، نستطيع أن نعرف أن كل سنة نحصل على ضرائب مباشرة قدرها كذا، وبالتالي نستطيع أن نخطط أو نطمئن أننا سنحصل على إيرادات الدولة هكذا، أنها ستحصل على إيرادات عامة قدرها كذا من الضريبة المباشرة. إذن يمكن الاعتماد عليها في تحديد ما يمكن يعني مواجهتها في النفقات. عيوب الضرائب المباشرة، عدم وفرة حصيلتها إذا ما قورنت بحصيلة الضرائب غير المباشرة. اثنين، شعور الممول بعبئها وبالتالي ميله إلى التهرب من الوفاء بها. إذن العيوب عدم وفرة حصيلتها، اثنين شعور الممول بعبئها وبالتالي ميله إلى التهرب منها، ثلاثة صعوبة تحصيلها وارتفاع جبايتها. مزايا الضرائب غير المباشرة، الآن هذه أخذنا عيوب مزايا وعيوب الضريبة المباشرة. أما مزايا الضرائب غير المباشرة فهي تتمثل بالتالي، تمتاز الضرائب غير المباشرة بوفرة حصيلتها. إذن الضرائب غير المباشرة أكثر حصيلة من الضرائب المباشرة، يعني
الحصيلة من الجمارك أكثر من الحصيلة من الضرائب على الدخل. اثنين، سهولة جبايتها وانخفاض تكلفة تحصيلها. سهولة جبايتها وانخفاض تكلفة تحصيلها، يعني الآن منفذ في المنافذ في الميناء في المطار في الكذا يكفي 3-4 مكاتب تحصيل جمركي في بحسب المنافذ سهل، لكن كم مكتب للتحصيل الضريبة الداخل، كم منشأة، كم مزارة، كم منشأة عمل، كثير، وبالتالي الضريبة المباشرة صعب تحصيلها، بينما الغير مباشرة سهل تحصيلها. عدم شعور الممول بإبهاء نظرا لأن الضريبة تصبح جزء من السعر الذي يدفعه المستهلك، ما يزعلش خلاص أنا عدا بيعها، أنا عدا أدفع الضريبة وعدا أحولها على المشتري، وبالتالي لا يشعر البائع بعب هذه الضريبة الذي سيستعيدها من المشتري لها في النهاية. ومن عيوب الضرائب الغير مباشرة، لا تأخذ في الاعتبار المركز المالي للمول. إيرادات الضرائب الغير مباشرة تتأرجح وتتقلب تبعا للظروف السياسية والاقتصادية والمالية، وبذلك لا تستطيع الدولة الاعتماد عليها. مثلا نحصل على ضرائب مثلا غير مباشرة اللي هي الجمارك من ميناء معين، مثلا ميناء الحديدة، لكن مع ظروف الحرب والمشاكل يعني الآن قلت هذه الإيرادات الجمركية من الميناء، وبالتالي تتأثر بالظروف السياسية والاقتصادية والمالية للبلد. احنا يعني بالنسبة للأسئلة هنا نأجلها، سوف نذكرها في المحاضرة الأخيرة إن شاء الله، سلة تطبيقية. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.